نبدأ نعمل وصفة كده. الوصفة دي إن شاء الله تحتفظوا فيها وتعملوها في رمضان. فإحنا قاعدين نسوي رمضان، وصفات رمضان من بدري، بس هرجع أذكركم فيها إن شاء الله، إنها واحدة من الوصفات الحلوة اللي هتحبوا إنكم تعملوها. بعد ما بدأ يتحمر عندي البصل أحط عليه توم، عندي تقريبا في الصين توم مقطعين. كمان صلصة، ملعقة وسط صلصة، كميتي مو كبيرة، وملعقة وسط صلصة كفاية. أحمرها كويس مع الحاجات دي. بعد ما اتحمرت أحط عليها بهارات الدجاج، أي نوع متوفر عندك. أهم شيء تكون بهارات دجاج، وعندي فلفل أسود. أحط عليها علبة قشطة، كمان أحط عليها ملعقتين من الجبنة السايلة. إذا ما حابة الجبنة السايلة تقدري تحطي جبنة كريمية، أو تلغي موضوع الجبنة ده نهائيا إذا أنت ما تستخدميها في البيت. هنا أبدأ أدوق الملح. أنا بهارات حقتي تبع الدجاج فيها ملح، والجبنة السائلة فيها ملح، فانتبه وأنا أحط وأنا أملحها لازم أدوقها قبل لا أحط عليها الدجاج. بس نتركها تغلي شوية كده وبعدين نذوقها. طيب الملح كويس عشان أحط الدجاج المسلوق ومنتف، ما قطعته بس نتفته. أحط عليه كمان كل هذه، خليها آخر شيء عشان نكهتها تقعد. حرك وبعدين أطفي النار وعلى البارد راح أحط كزبرة وأحط فلفل رومي، أحمر وفلفل رومي أخضر. كده خلصت تمام، حشوتي كده صارت جاهزة إني أنا أبدأ أعملها وأحطها في الفطاير. طيب أنا هنا بدأت أشتغل، عملت واحدة فخلوني أوريكم الثانية. هنا عندي حبة الطف بصري لسه شوية شوية باردة، بس هشتغل فيها لأنه صراحة شوية مستعجلة، فأكيد لو هي مو باردة كده راح تكون أسهل في العمل. تمام، لازم أوصلها في الأخير. أحط عليها من حشوة الدجاج. أنا اليوم عملت صدر واحد من الدجاج فما حبيت أكتر، لأنه كله على بعضه بيف باستري 10 قطع، أو أظن إنها 10 قطع. أقفلها كده، طبعا هي لو دخلت الفرن حتتنفخ وهذا حيفك، بس نحط شوية من جبنة التشيدر، هذه نوعها كرافت وبس.
طيب كده خلصت، هتروح على فرن مسبق التشغيل على درجة حرارة تقريبا 200 درجة.